والله صار لي بالصياد من شيء 30 سنة 35 سنة. الوالد كان جدي قبل الصياد، وطلعت أنا طالع لجدي، هوايته كان الصيد. بالنسبة للصيد، نحن سابقا الصيد من زمان هوايتنا الصيد. كان بالنسبة صيد زرزور وسمون سابقا كثير، وهلا صرنا نصب شبك نصيد سمون الحمد لله ماشي الحال. نبلش من الساعة 1 بالليل للساعة 8 الصبح بالنسبة لصيد السمن. والسمن هذا طير مهاجر، يجي ياكل موسم الزيتون عنا، بيجي بالشهر التاسع بيضل للشهر الثاني الثالث تقريبا ويرجع بيهاجر. يعني السمنة قادرة تاكل من ال 12 ل 18 حبة زيتون يوميا، هي كدراسات علمية. والله بنجي اول شيء بننصب الشبك، الساعة ننصب الشبك يعني بنحط له أعمدة عواميد ونمده، ندور مكان الساعة 1-2 بالليل، بنضل للساعة 7 الصبح. بنجي الصبح أشفي، أحيانا تمسك 20 أحيانا 15 أحيانا 10 حسب أنت و... اسمه صيد أنت وحظك. والله نجيب عنا مكنة جهاز هو بيع الصوت، والسمنة يكون طايرة بالجو بتنزل على الصوت، فبتلاقي شبك أحيانا كنموذج صيد السمك. السمك بالنهار وهذا بالجو على المكنة بينزل السمن. بالنسبة للسمن هو أزكى طير بالعالم، في قبل عصفور التين بعد منه يجي السمن. يعني الطير لذة وسبحان الله ضل 4 أيام بالبرية ما بتنتزع ولا بتخرب ولا تطلع على ريحة. يعني أطيب شيء باللحم كله هو عصفور التين. ما بتربى السمون، ما بتعيش بالقفص نهائيا يعني، وبيحب الجو البارد. يعني هلا بتلاقي اكثر شيء هلا بالجبال الصبح بكير، بس الوحده بالليل للسبعة الصبح بس بيطير، وبعدين بيركض بالوديان ما بيطير نهائيا. والله الصعوبات تكون ناحية التدفئ بالليل برد، تبرم حوالي الشبك برد، احيانا بيجي ثعلب ياكل لك السمنه، يعني في صعوبات كثير. او يعني قط، يعني قط بيجي على السمنات، يعني بتلاقي صعوبات تدفئ بالليل على الشبك، احيانا بالشربك معك السمنه صعب فكانه من الشبك، يعني في هيك صعوبات. والله الشبك في هو خاص للصيد، بيجيبوه نجيبه من صرمده او من عفرين. ايه بهم هيك خاص بالصيد الطيور، بس هذا الشبك مختص للطيور. أجيب القفص وأعليه زي ما تحبه.